بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنين ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. حديث مرعوث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنين ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. والحديث في معناه هذا، ولا يحتاج إلى تبيين ولا إلى شرح، ولكن يحتاج إلى تنبه نفسي، يحتاج إلى أن نحاسب أنفسنا وأن نزل الأمور التي نعملها ونعيش فيها. فنعطي كل شيء ما يستحقه، فلا نشتري التراب بما نشتري به الذهب، ولا نبيع عمرنا بأبسط ثمن، وعمرنا هو رأس مال سعادتنا، خصوصا إذا كنا أصحاء أقوى. وقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سكنا فقطع الليل المظلم. وإننا ما من أحد فينا إلا يودع قريبا له، ما منا أحد إلا وقد ودع عمه، خاله، جده، جدته، عمته، خالته، أباه، أمه، ابنه. كلنا بنسيع، كلنا نذهب إلى القبر ونعود، ولنا يوم نذهب فلا نعود. والذين يذهبون معنا مصيرهم مصيرنا، لهم يوم يدعون في نفس الحفرة، وحفرة كل منا طولها طول جسم، وطول جسم الإنسان 8 أسبار بشبر. وهذا هو كل ما نطلبه لملكيتنا بعد موتنا. ثم ندرك اننا حين نموت فاننا نحيا، والحياة بعد الموت اقوى من الحياة قبل الموت. فإننا حين نحيا في قبورنا
فتفتح أعيننا على الحقائق كاملة ونرى شريط حياتنا واضح أمامنا، شريط أعمالنا. أما أهلنا فإننا في القبر كما جاءت الأحاديث الصحيحة نسمعهم وهم يتكلمون ونسمعهم وهم يصيحون ونتألم لصياحهم حتى يسمع الإنسان قرع نعالهم، يعني صوت أحذيتهم. خفيف الحذاء في الأرض يسمعه الميت أو المقبور في قبره، وهو يشعر بالحياة بمجرد أن يهال التراب عليه. فبين الناس يقول بعضهم لبعض: البقية في حياتك. وإذا بالميت يقول له الملكان: من ربك ومن نبيك ومن دينك؟ افترق الفريقان، جاء أحدهما إلى الآخرة والآخر راجع إلى الدنيا. أما ماله فالورثة كانوا يتلمذون له وهو في مرض موته، وكان كل يبحث أين الأوراق، أين المستندات، احذر لو كل الراجل كتب للزوجة الجديدة وأيدها، احذر لو كل الراجل كتب للصبيان وترك البنات، والبنات عمالة تجري وزوج البنت، البنت الأولى والثانية، فالأم يجي بسرعة ويكلم كل واحد بيبحث عايز يشوف ايه الحكاية. لو عرف ان الثلثة كتبت للذكور وترك الإناث يلعن بين الزوج في الدنيا كلها وأبوها اللي لسه مات كمان وكان مصاب. إذن المال هو وضع، ولذلك سيدنا علي ذهب إلى المقابر يوما فنادى أهلها فقال: يا أهل القبور، أما نساؤكم فقد تزوجن، وأما أموالكم فقد قسم اقتسمها الورثة. هذه أخبار ما عندنا كما أخبار ما عندكم. ثم قال: أما والله لو نسقوا لقالوا وجدنا خير الزاد التقوى. وخير ما يلقى الإنسان به ربه إيمان صادق وعملا صالحا، عمل نظيف من الرياء، من البدع، من السوائل. يأتي صاحب المدخل ابن الحاج في كتابه فيقول: كان احد الصالحين يزور مريضا له، هو اخ له في الاسلام، يعود. فلما ذهب اليه احتضر، يعني جاءته ملائكة الموت، جاءت الى المريض فاخذ يدوب بروحه يقول: فهذا الرجل الصالح اراد ان يعمل بالسنة فيذكره بالتوحيد ليموت عليه، فأخذ يقول له: لا إله إلا الله
فالرجل الذي يختبر ان بتطلع روحه يميل بوضنه جهة اليمين، فالرجل الصالح يأتي الى جهة اليمين ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله. فالرجل يولي وجهه جهة الشمال. فالرجل الصالح بعد فترة حتى لا يحصل نوع من الإزعاج يقول يذهب جهة الشمال ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصاحبه يولي وجهه جهة اليمين. وطال الوقت تمام الرجل الصالح وترك جثة بتطلع واحد. لما نام وجد الناس في رؤيا يجرون ويسرعون وفرحانين. يعني هم فرحانين. فقال ما شأنكم؟ قالوا نهني رجلا مات على الايمان. مهم رجلا ان كان مات على الايمان. هي دي مشكلة. اي ما هو يرد ان عند الموت هناك ستة ناس تأتي للانسان ان كان ابوه مات او امه ماتت يأتي فتان بشكل ابيه وفتان بشكل امه والفتان اللي بشكل ابيه يقول له انت انا وجدت احسن دي يهودية يتعليه جلاب لسبيان ده داخل الجنة على طول. الثاني اللي شكل امه ده اذا كان السوفية او بكثر صديق مات او جد يقول لا يا ابني انا عطيت عليك انا وجدت احسن دين هو دين النصارى او عتبت كابوك ده. ان كان صادق الايمان اضاء له ايمانه الحق فلم يفتن. وان كان ضعيف الايمان منافقا فاسقا يرتكب المعاصي مات على كفره واختار غير ملة الاسلام. ولذلك في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال. وامر المسلمين ان يستعيذوا بالله من هذه الفتن. اذا هذه فتنة. فالرجل ذهب يهم مع المهنئين. فلما وصل وجد الذي يهنئه الناس هو الذي كانت تطلع روحه. فقال عجبا ألست فلان؟ قال نعم. قال يا رجل أتعبتني أقول لك لا إله إلا الله تدير وجهك مني مرة جهة اليمين ومرة جهة الشمال؟ قال ما كنت أديره منك. قال ممن إذن؟ قال كنت إذا جئتني فذكرتني وأنا أسمعك يقينك. جاءت الشياطين من جهتك لتقول لي محمد كذاب والإسلام ليس بمحق. فكنت اولي وجهي ادير وجهي من الفتانات وليس منك انت. فاذا جئتني من الجهة الاخرى جاءت الشياطين بعدك ليفتنوني فادير وجهي منهم حتى اماتني الله على الايمان. والمسألة تستحق ان احنا زي ما قلت عمل صادق عمل صالح وإيمان صادق. الآن أنا داخل المسجد سبحان الله صدق الله وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالك. الإنسان بيكون شديد الكره إلى حد كبير جدا لما يرى
في هذا الزمن لكل فتن السبب الصغير لكل 15 و16 سنة يديه يدهم السنين وليس على السن في الوقت العظماء اللي سمينا بالعظماء النهاردة بيبيتوا على القرآن مش على السن. قد ايه انا داخل المسجد وجدت غلامين صغيرين واقفين بجانب المسجد يستران لانهما صائمون يوم الخميس صايمين النهارده واقفين عشان يستروا واحد صايم واحد كبير واحد متزوج يمكن انا بيصوم عشان يكفر عن سيئاته وعارف ان مراته بتورطه كتير دول لسه في رعاية الشباب ولسه مسئول لما الواحد اي واحد يشوفهم يشعر بنعمة الله على المؤمنين ويشعر بفضل الله ان مهما قال ان الاسلام هيرجع لورا لا الاسلام هيتقدم والله يريد لهذه الأمة أن تبقى منها طائفة على الحق إلى يوم القيامة. بس بالمناسبة بينما الشباب بيعمل كده أرجوكم الجماعة المشايخ على المتمسكين على اللي عاملين متدينين يبطلوا جلسات في التلفزيون في برنامج الأسرة مع المرأة العارية المتكسفة الكافرة ويجب يفهموا إذا كانت هذه الجلسة باسم الدين فهم كاذبون على أنفسهم وعلى الدين يجب يفهم لأننا لما أروح أشرب ويسكي وأقول لهم بطلوا خمر وانا مريح اشرب على ثاني بطنه يبقى كذب على النفس وعلى الحق وعلى الله. انا مجالس اللي بتدعوني عشان اتكلم في الدين وانا رايح اتكلم باسم الله هي نفسها غير عامله بالدين وانا جالس معاها فهي تريد ان تقول للناس هؤلاء الذين يمتنعون عن المخالفة وعن مجالسة المرأة العارية لقد جلسوا وناقشوا وانسجموا وانبسطوا واتكلموا في الدين تعالوا بقى كلكم رحوا نجيب لكم البنات العراية واتكلموا في الدين هذا اسلوب لهما بعض وهذه أخطاء ليس له ما يبررها الكفار حين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه وقد لبسوا الحرير والذهب وهم جاءوا ليسلموا فأعرض عنهم ولم يسمح لهم بدخول المسجد فلما رجعوا فسألوا لما أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأنكم لبستم ما حرم الله مع أنهم ليسوا مكلفين الآن إلا بعد أن يؤمنوا على أصل الآراء فذهبوا ولبسوا الملابس غير الحريرية ثم جاءوا وجلسوا وأسلموا فإحنا في القرآن يقول الله لنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ويقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ومن لم يزل المنكر فليزل عنه بلاش الكلام عنه اسمعنا الدين في التلفزيون مباشر لا في حقوق المرأة طيب
وبنتكلم عن حقوق المرأة الواجبة لها. ليه ما بنتكلمش عن مفاسد المرأة الموجودة في المجتمع؟ ونبدأ بها علشان يقول هذا خطأ وهذا صواب. ثم عليك أيتها المرأة أن تعرفي قيمة الدين فإنه جاء لإنقاذك وإسعادك. وحينئذ أتكلم عن المميزات التي أخذتها المرأة في الإسلام، لكن أذهب إليها كما هي وأبتدي أعرض عليها البضاعة بتاعتي وهي مش عاجبها أي شيء وبتضحك عليها. وبعدين هنتفضل برضه المشايخ اللي بتقول بقوا ناصحين اللي عمرنا فرديه نزلوا جدوا ايه اللي جرى؟ مش عايزين باسم الدين اي فسق. انا بقول فسق باسم الدين لا، الدين يجب يكون طاهر جدا وبلاش نتورط وبلاش فضيحه وكفايه بقى. اما موضوعنا فهو موضوع يمكن اهميته تاتي من ان الخطوه الاولى في البحث عن امور تتصل بالحاكم العام للدوله الاسلاميه. والحاكم العام في الدولة الإسلامية سواء سمي خليفة أم أميرا أم ملكا أم حاكما عاما فالأسماء ليس لها اعتبار يستحق أن نقف عنده، لكن الذي يستحق هو ما هي شروط الحاكم؟ من اين نختار الحاكم؟ ما هي اسباب بقاء الحاكم؟ ما هي اسباب عزل الحاكم العام؟ ما هي واجبات هذا الحاكم نحو الرعية؟ ما هي حقوق الرعية على الحاكم؟ ومن هنا نجد ان الموضوع ما هو سهل، موضوع متسع. فقهاء الاسلام تكلموا في هذه الجوانب كلها، من ناحيتها الفكرية، من الناحية الدستورية، ومن الناحية الفقهية، ولكل من أدلته. وكما قال أظن الحسن البصري أو من الفقهاء ان اكثر موضوع حصل من حوله الخلاف ورفعت من اجله السيوف في الاسلام هو موضوع الخلافة والحكم. احنا بندرس النهاردة في حركة الدعوة الاسلامية، معناه ان نحن حين نتكلم بنرجع الى الوراء لنعرف حقيقة ديننا في كل المشاكل التي تثار من حوله. انا اتذكر ان كان فيه في بعض الدول عندما ارادوا اختيار الدستور
فعملوا استفتاء على اي شيء يعتمد الدكتور، فجميع قوى الشعب اختارت القرآن مصدرا اساسيا في الدستور لجميع القوانين، حتى الكمونون حتى المجنون والمجنيات، وانتشر هذا. لكن عندما صيغ الدستور وضعت كلمة الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع، مصدر يعني هو مصدر. والجندال قانون الإنجليزي الدستور الإنجليزي مصدر، والدستور الروسي أو القانون الروسي مصدر، وكذلك الأمريكي مصدر، والإسرائيلي مصدر. فما قاله الجرد يساوي تماما ما قاله الله. يجب ندرس الكثير من المسألة. نحن أسوأ أحد البلاد فيه ملكية. عندما أرادوا أن يختاروا أن كان تقريبا الإجماع على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر لكل القوانين، وإذا بواحد كبير منافق ملحد يقول كل الصوت موضوع انتهى، لم يبقى الا انهاء الدستور، والماده دي هي اللي موجوده وعليها المنافسه. واذا به يقول معنى هذا ان الملكيه التي بالوراثه سيطيح بها الدستور، يطيح بها ليه؟ لأن الدستور الإسلامي الشريعة الإسلامية لا تقبل أن يكون الملك بميراث. هذا كلام له خطورته، وليس حقا على طول الخط، وليس باطلا أيضا على طول الخط. وعند من وصفة الموضوع سندرك رأى الإسلام في مثل هذا، لكن يجب أن ندرك من الآن أن بني أمية حكموا بالوراثة 100 سنة، وفي بداية حكمهم كانوا يحكمون من الصحابة، ويحكمون من بعدهم التابعين. ثم جاء بني العباس فجعلوها بالوراثة، وكانوا يحكمون تابع التابعين وتابع التابعين. وكان الفقهاء موجودين، وكانوا ينفذون أوامرهم ويسمعون لهم ويطيعون. إذن هذا موضوع حين يثار كما أثير ويرد عليه بالرد الذي جاء، يبقى هذه رمزة الشيطان. ولذلك بعد كده ضاعت الأمر، لأن كل شيء بعد عن الإسلام. فإحنا هنتكلم عن لما نجي لهذا. أنا قلت إلى الآن هذا كلام ليس حقا على طول الخط، وليس باطلا أيضا على طول الخط. أما إيه؟ المسألة فيها كلام ثاني غير هذا.
عن الكلام. اما الان فالروح للرسول عليه الصلاه والسلام نجده عند وفاته عندما جاء موسى عليه الصلاه والسلام. هو كان يحج في السنه العاشره حجه الوداع. في اثناء الحج كلهم وعلم ان العام لم يمر عليه وانه سيلقى ربه، ولذلك كتب في الحج وقال: يا ايها الناس خذوا عني لعلي لا القاكم بعد عامي هذا، اقاموا عني لاني ربما لا القاكم بعد هذا العام. ونزل عليه في منن على اقوى الاقوال قوله تعالى او سوره اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فالرسول عليه الصلاه والسلام بعد ما يزل الدين كما يقول ابن كثير في البدايه والنهايه قال لهم لعلي لا القاكم بعد عام هذا، يعني عرف منها انها معي له. ولذلك كان ابن عمر وابن عباس يريان هذا، ان هذه السوره كانت معي، يعني ايحاء واخبارا من طرف خفي بان النبي صلى الله عليه وسلم انتهت رسالته على الارض. بعد ان رجع ثمانين يوم واكثر قليلا هو عاد في شهر ذي الحجه، فجاء عليه شهر محرم وشهر صفر، وكان هو راجع في اخر ذي الحجه بحياله 60 يوم و 10 يوم و 70 او اقل من 70 شويه. بعد كده في قبل اخر سفر وفي اول ربيع الاول حصل المرض، مرض النبي صلى الله عليه وسلم. كان مرض حوالي 12 يوما. لما مرض حوالي 7 ايام كان يستطيع ان يطرد ويسلي بالمسلمين. بعد كده جم 5 ايام الخميس والجمعة والسبت والحد وصبح الاثنين، يعني 4 ايام ونص. قل بعض بيقول انهم بنقضيهم كده بعد 5 ايام. لم يطرد ليصلي بالناس لان الضعف اشتد عليه وكان يحصل اغماء كثير، وكان عنده حمى تشتد عليه حرارتها عليه الصلاه والسلام، لدرجه ان الذي كان يجلس بجواره كان يشعر بحراره الحمى من ذلك. حتى دخل عليه ابن مسعود وقال له: يا رسول الله انك لفي اطواعة شديدا، يعني توجع وجعا شديدا. فقال: انني اوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال: ذلك ان لك الاجر مرتين. قال: نعم. عليه الصلاة والسلام. نجد في اثناء الحج حين عرف انه سيموت وقف يخطب، فكان اهم النقاط في خطبته الاتي:
ايها الناس ان دماءكم واموالكم وفي واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وده السلام كان يوم العيد او يوم عرفة على خلاف والشهر شهر الحرام والبلد بلد الحرام البلد الحرام. ثم قال ايها الناس كل دم في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين وكل ربا من ربا الجاهلية هدر واول ربا اول ربا هو هدر ربا العباس. العباس كان يشتغل بالربا دي كثر. ايها الناس اتقوا الله في النساء فانكم ملكتموهن بأمانة الله واستحللتموهن بكلمة الله. ايها الناس لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي الا بالتقوى. الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. يبقى نجم ان خطة الوباء فيها اصول معينة. رقم واحد ان اخر مظهر من مظاهر الجاهلية تبع عليه وهما امران الربا والسأل. ثانيا انه اعطى اموال الناس واعراضهم وانفسهم قداسة فلا يحق لانسان ان يمول انسانا في ماله او عرضه او نفسه باي اذى والا فهو عاص لله تعالى وعاص لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا اهتم بالضعفاء من امته فاوصى كما سياتي في مرض موته بالمملوكين وهم العبيد والجوار الخاضعون لاسيابه واهتم بالمراه لانها مهما كانت هي الاضعف واوصى الناس بها. اذن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية هو فعلا في كل حركاته وكلماته هو رسول الرحمة. لما مرض خطب أيضا وفي أثناء المرض أوصى بأمور. الأمور اللي أوصى بها واللي كتب بها انه اوصى بالانصار خيرا وقال للمهاجرين انتم تكثرون والانصار يكمون فاحسنوا الى محسنهم وتجاوزوا عن مخطئهم.
تجاوزوا عن مخطئهم. أوصى صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بالمملوكين، وأوصى بالمرأة، وأوصى بالصلاة، فكان حتى قرب موت أثناء الاختبار يقول: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. يعني احذروا تضييع الصلاة وارحموا ما ملكت أيمانكم. وما ملكت أيمانكم تشمل كل من تحت رعايته، من إنسان مملوك أو إنسان هي زوجه أو إنسان هي تابن أو حيوان أو حشرات، مما لا عليك رعايته. ولذلك قال: وما ملكت، ولم يقل ومن ملكت، لأن من العاقل وما لغير العاقل. إذا خط الاهتمام بالشعب خط أساسي، هناك يوصي ويحذر من الاعتداء على المال أو النفس أو الأرض، ويوصي بالمرأة وبالمملوك، وهنا سجل. ثم كما ورد في رواية، لم يعلق عليها ابن كثير، أنه وقف يوما فقال: أيها الناس، على المنبر قال: أيها الناس، من كنت أخذت منه مالا فهذا مال فليأخذ منه أو فليصلوني، يعني سامحني، ومن كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليستقب مني، يجي يضربني كما ضربت. فقال رجل: لي عليك ثلاثة دراهم. قال: بأي سبب؟ نام الحديث. قال: جاءك رجل يسألك ولم يكن معك مال فأعطيته ثلاثة دراهم بأمرك. فقال: لا أسألك غير ذلك، أعطيه يا فضل ثلاثة دراهم. فقال رجل: قال: أخذتها خلطة، إذا من الغنيمة، هي غنيمة. قال: خذها منه يا سب. فكان الأمور بتخلص. ثم عند موقفه قال: أيها الناس، إن رجلا من عباد الله أو إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا ونعيمها والبقاء فيها ثم الجنة وبين الآخرة والجنة، فاختار الآخرة والجنة. هو قال عبد من عباد الله. فبكى أبو بكر بكاء شديدا، فلامه الناس وقالوا: لم تبكي يا أبا بكر؟ فيقول رجل من عباد الله: انت عارف لما يكون الراجل عزيز على قومه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه اكثر من حبه انفسهم، حتى لو مات مش عايزين يصدقوا انه مات، فبيبعدوا اي شيء يثير شبهه ان الرسول عليه الصلاه والسلام يموت، إلا أنه صلى الله عليه وسلم اشتد عليه مرض. ثم لما لم يستطع الخروج أول مرة كان أبو بكر غائبا، فبلال أقام الصلاة فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمر موجودا. ف واحد صلى عمر فقدم تصلي بالناس،
فظن عمر ان الرجل يقول له بامر رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني ان جاي بالكلام ده من عند الرسول. فدخل فصلى عمر، وكان جهوري الصوت صوته مرتفعا، فلما سمع الرسول ذلك عليه الصلاه والسلام قال: يأبى الله ذلك والمؤمنون، يأبى الله ذلك والمؤمنون. اين ابو بكر؟ يعني ان الذي يؤم الناس من بعدي ليس عمر، انما هو ابو بكر. وبعدين امر ابا بكر ان يصلي بالناس، فظل ابو بكر يصلي بالناس هذه الايام اللي انا ذكرتها لكم، الخميس والجمعه والسبت والحد وصباح الاثنين. الرسول عليه الصلاه والسلام حصل انه وهو واقف يوم الخميس يخطب، والخطبه دي كانت يوم الخميس اللي قبل الوفاه، قال: كدت اكتب ارسل الى ابي بكر وابنه حتى اعهد اليه الى ابي بكر كي لا يتمنى متمن بعد ذلك. كلام عام، يعهد اليه بايه؟ ما قالش. المساله هتبقى لغايه دلوقتي غامضه، لكن في هذا اليوم حصل الأب. قال: أيها الناس، أنا بتكلم أكثر كلام بالمعنى، كانت الصحابة بنين جيوش حجرات، والحجرات داخلها مرافق، وكان كل واحد فاتح باب البيت على المسجد. الصحابة المقربون كثيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابو بكر. والرسول عليه الصلاه والسلام كان بيته حجرته بابها في المسجد اللي انتوا بتبنوها دي اللي فيها قبره عليه الصلاه والسلام. فقال: كل باب في المسجد يسد الا باب ابي بكر، كل باب في المسجد يسد إلا باب أبي بكر، فإن أبا بكر من أمن الناس علي في صحبته، وسال بنفسه، ووسال بمنه. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا. ابو بكر الان بيوضع وضع معين، الرسول عليه الصلاه والسلام بتعبير مؤخر سلط عليه الاضواء الى ابعد حد، وامره كما علمتم ان يصلي بالناس. الرسول عليه الصلاه والسلام حين اشتد عليه المرض قلت لم يكن يستطيع يخرج، فكان يصلي في حجرته، الا انه في يوم من الايام وقال هو يوم الاثنين او يوم غيره، طلع فصلى، حمله اثنان علي والفضل ابن العباس، ومشى ورجلاه تكفان في الارض من شدة الدهر حتى وصل الى ديار ابي بكر. فابو بكر عايز يتنحى يرجع لورا من خلف،
فالرسول أشار إليه أن يبقى، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر فكان يسلم. البعض يقول إن أبا بكر كان هو الإمام وهذا بعيد، والأكثرين يقول إن الإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كان مبلغا وراءه والمسلمون يصلون بصلاة أبو بكر المبلغ. يوم الاثنين لنفسي عليه الصلاة والسلام تنفذ أحس بقوة والمسلمون يصلون، فقام وفتح ستر الحجرة ونظر إلى المسلمين وأطال النظرة وتبسم لهم ففتنوا به وهم يصلون، ولم يتمالك الفرحة وظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عوفي، ولم يعلموا أنها كانت نظرة الوداع الأخيرة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعده دخل تنام، وعند وقت الضحى فارق الحياة. وهو في سكرات الموت، بس ما كانت في الحالة حالة كرب، لكن ما بتطلع الروح، يسموها القرب دي حالة السكرة. كان يسكب العرق عليه، وكان يضع على وجهه خميصة قطعة خميص حمراء، ثم يرفعها ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، لا تتخذوا قبري بعدي مسجدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، لا تتخذوا قبري بعدي مسجدا. فكانت هذه الوصية مع الوصية بالصلاة وبالمملوكين هي آخر الوصايا، ولذلك قال إنه أوصى بتوحيد الله والموت على هذا التوحيد، ألا نعبد أحدا غير الله، وخشي أن يعبده الناس بعد موت عليه الصلاة والسلام. ثانياً إنه أمر برعاية الأوضاع الاجتماعية للمهضومين وللضعفاء. ثالثاً الصلاة عماد الدين فقد عليها في آخر حياته. مات الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصلت المشكلة أبو سيد السيدة عائشة كان في بيتها، فهي تقول كان مسجدا رأسه إلى كتفي، فمال رأسه على صدري، فظننت أنه يريد شيئا، فرأيته كأنه في غشية، وخرج رذاذ يسلي إلى صدري، قالت فأخذت بالرأس ووضعت رأسه على الوسادة، ثم خرجت أنادي، فلما دخل من دخل قال لقد فارق رسول الله الحياة. أي علم عمر فجاء بسيفه وأخذ يقول والله من قال إن رسول الله قد مات لأكفى عن عنقه، وخرجت عائشة تقول لا تقول ذلك إنه لن يموت حتى يقتل المنافقين جميعا. اشتد الموضوع، اشتد القرب، فأصبحت وجاء الصحابة كل واحد يسمع الخبر ميت مصدق، حتى جاء أبو بكر
لما علم بحالة النبي في الصباح ذهب الى زوجته كانت في سرط المدينة فجاء من هناك، فلما دخل اشتق له فرفع الغطاء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر اليه ودسه، ثم قال صلى الله وسلم عليك يا رسول الله تبت حيا وميتا لمن ثم رائحة المسك منه، ثم قبله في جبهته رفع رأسه ثم قبله مرة أخرى ثم قبله مرة ثالثة، فلم يتمالك أبو بكر نفسه فأرسل لعينيه أن تزيد بالبكاء، ثم خرج إلى الناس وهم في فزع وحيرة، فوجد عمر بن الخطاب يتكلم ويكتب فيهم ويمكن الموت، فأراد أن يسكته لكن عمر كتبيعته، فلما وقف أبو بكر وعرف الناس أنه يتكلم ذهبوا إليه، فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قرأ قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وهنا قال عمر هل هذه الآية في كتاب الله؟ قال نعم في كتاب الله. فيقول عمر أنا ما شعرت أنها في كتاب الله إلا حين قرأها أبو بكر، يعني غابت عنه عند الصبح وأخذ النساء في البيوت تحن ولم يستطع أحد أن يتمالك أمره، وبعض الصحابة لبث بالأرض والبعض أغمي عليه فركب، ومنهم عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان، والبعض حين بلغه لم يستطع أن يقوم فغفي عليه في مكانه، وكانت الصدمة أكبر من أن تحتمل، لكن رجل الموقف بلا شك ولا جدال كان أبا بكر، والرجل فعلا يظهر عند الصد. أرجوكم اقرأوا سيرة الخلفاء، اسمعوها في الأشرطة، هي في الأشرطة سيرة سابقة، وأنا لازلت أقول الأدب وحده والوحي والارتباط بدين الله ووحده الذي يجعلني أقول إن أنبياء بني إسرائيل أفضل من أبي بكر، لكنني أرى أبا بكر فعل ما لم يفعله أنبياء بني إسرائيل، وأنا أقصد الأنبياء وليس الرسل، فأبو بكر أمة وحدة وعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك سمي الصديق. قبل ما اختم في موضوع خطير جدا، الرسول عليه السلام عارف النخيميات هناك وأوصى، ولما جه فيه من النخيميات وعرف ان اتمرض الموت وطلع أكبر الصحابة، ولما كان يختل نوع من الإغماء السيدة عائشة تسمعه ويقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، فتقول لقد اختار ربه ولم يخترنا عرفوا، ومع ذلك يأتي بأسامة بن زيد وبكلمة خطيرة وهمة جدا يجب ندركها، وكان قد أمره على جيش ليحارب الروم في أطراف الجزيرة العربية، فيأتي إليه أسامة فيباركه، ثم يوصي الصحابة قبل موته أنقذوا جيش أسامة أنقذوا جيش أسامة أنقذوا جيش أسامة، فكانت آخر كلماته مع ما مضى الوصية بألا يهنوا ولا يضعفوا ولا يتفخروا ولا يتراجعوا، وإن كان أسامة صبيا قاد الجيش فسيعلمون أن الصبي الذي رداه الإسلام يساوي المئات بل الآلاف من قيادات الكافرين ومن قيادات المنافقين
ولذلك حين تسمعون الأصوات فتعرفون أن جيش أسامة حين ذهب في الجزيرة العربية وكان الناس قد ارتدوا بعد موت النبي حين شق الجيش الطريق ووصل إلى هناك أطراف الجزيرة وحارب ثم رجع قال من في الجزيرة وقالت الروم نفسها لو لم يكن المسلمون قوة ما أرسلوا جيشا بعد موت نبيه احذروهم ولا تعتدوا عليهم. تلاهيني نقف بعد هذا العرض من الامور الخطيرة اللي رسول عليه الصلاة والسلام اوصى بها عند موته وقبل موته. احد يسأل بيقول لو كنت متخذا سليما غير ربي لاتخذت ابا بكر سليما. الرسول عليه السلام قال المرء على دين الخليل فليمد احدكم من الخالق والخليل هو الصديق. الصحابه كانوا اصدقاء صلى الله عليه وسلم. طب ومالك لغايه دلوقتي يا ابني معرفش الفكر. عموما اديك فكره عامه يعني كون ايه معنى المرء على دين الخليل؟ طب ما هو ابو بكر على دين النبي محمد عليه الصلاه والسلام. وابو بكر فيه الصديقية والرسول بيزيد عنه الرسالة ومكانته عند ربنا. فهو لما بيقول انا لو كنت عايز اتخذ صديق خليل، الخليل غير الصديق يا ابني. الخلة مرتبة فوق الصداقة. فالله تعالى اتخذ ابراهيم خليلا واتخذ موسى خليلا وقال في عيسى انه روح الله وكلمته. فكلمة خلة معناها صداقة زائدة حتى ان الصديق يتخلل قلب الانسان ويعيش في داخله بصورة ليست لغيره. والرسول عليه السلام قال لو كنت متخذا خليلا غير ربي لكن انا اللي ملى قلبي وشغلني ليل ونهار وفي النوم وكذا هو ربي فليس في قلبي مكان لبشر. وهذا تكريم لابي بكر ورفع لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. يبقى ما في شيء هذا. بعدين واحد بيقول لماذا لا يمر احد من جماعة الزكاة على الاخوان الموجودين في المسجد قبل صلاة المغرب مثلا اتوقت مناسب عند ذلك. وبعدين طيب احنا وليه اللي عايزين انقطاع الزكاة ما يمرش هما على الاكل اللي عايز يدفع؟ ده مسألة الزكاة دي مستحاسة دي فرض عليك. وبعدين الاسر اللي محتاجة موجودة. احنا بنقول يعني الناس ايه الاسر الله يكرمهم ويباركهم بنقول ان احنا يعني علينا مثل نضحي شوية من اجل هذه الاسر. الاسبوع الماضي جمع بعض الامام ونرجو المراد اللي كان عنده يعني اي شيء يقدر يدفعه يبقى يساعد ويدفع وهي اللجنة بتكون موجودة برضه. نقول الحديث الآية ان الحسنات يذهبن السيئات. هل هذا يتمسك مع موضوع الخطاطيس في التراب؟ هو يتمسك ليه؟ ما هو الخطاطيس دي بتكشف ان حسناته لم تكسر سيئاته يبقى عليه سيئات لسه. فتيجي الخطاطيس تخطفه علشان يكمل تحت السيئات اللي عليه وياخد مدته في العذاب. بعدين ارجو توضيح اسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هو زوجات النبي في الجنة هي كل زوجات النبي في الجنة هذا موضوع ما فيه شك. وربنا كان يخبر ان هو ازواجه امهات المؤمنين والا يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. هذا موضوع ما فيه شك يثبت ان لو شك واحد ان زوجاته في الجنة يبقى كافر. مسألة ما عايزة حاجة. اما هي من زوجاته كل زوجات التسع وكيل التسع اللي مر اللي عاش معاهم كلهم هيدخلوا معاه الجنة والزوجات اللي قبل التسع وكان قبل التسع
السيدة خديجة رضي الله عنها، وقيل انه تزوج اثنتي عشرة زوجة، اجتمعنا معه اي 13 زوجة، فان طلقت مني لا تحسب عليه، واللي ظلت معاه او ماتت على حسابه يبقى هي دي اللي هتبقى زوجته في الجنة. بعدين